يسأل عن عدد زفرات جهنم. زفرات جهنم لا يعلمها إلا الله، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن النار اشتكت من شدة الحر وشدة الزمهرير، فجعل الله لها نفسين، نفس في الشتاء وذلك أشد ما تجدون من البرد، ونفس في الصيف وذلك أشد ما تجدون من الحر. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. أما عدد زفرات جهنم الله أعلم بها. نعم.